عسلامة عسلامة. اليوم كما وعدناكم قبل باش نحكي على كتاب أنت ميسي متاع حنيف قريشي. لا حنيف قريشي بالانجليز باهي. نبداو ساعة نحكيو شوية على الحكاية. صحيح. تحكي أنت ولا دونك الكتاب هذايا قريناه زاد معناها أز بادي ريد أنا وأمل وسو لا ريكومونداسيون معناها معرفش انيام ريكومونداسيون تاع لبنى اللي ديما تقول لنا اقراو انتمسي اقراو انتمسي فلبينا الطلب وقرينا انتمسي مع بعضنا وقررنا معناها بما ان قريناه ازو بادي ريد باش نحكيو عليه في بوكاراتسي. عندك حاجه اخرى؟ لا دونك نبداو نحكيو على انتمسي. باهي شوية هكا باكراوند على الحكاية معناها اللي في الكتاب. عندنا لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو يعيش معناها مع مرته و دو زونفون اولادو ونورمالمون يعني they have a good life معناها صغار ومحلاهم اتسيتيرا. اما هو he's not happy and he wants to leave. هذا معناها كيفاش يبدا هو يبدا الكتاب بجملة معناها ياسر معبرة ولا تختزل معناها الكتاب الكل نجم نقوله It is the saddest night for I am leaving and not coming back. هذه هي سا ديسيجن اللي اوتور دو لاكيل باش يقعد هو يحكي لنا معناها على les réflexions تاعو autour du sujet هذا كيفاش باش يعمل و معناها لا ميثود اللي il va fuir انا نقول معناها اللي باش يمشي بها معناها اللي باش يخلي فيها عائلته ويمشي. هو لو بيرسوناج برينسيبال اسمه جاي والكتاب أبار كيلكو بارتي عبارة على أن مونولوج معناها أبار كيلكو هكا ديالوج ما بين دوتر بيرسوناج كوسوسوا مع سوزان اللي هي مرتو كوسوسوا مع أصدقائه كوسوسوا مع حاجات يتفكرهم معناها أن فلاش باك معناها اللي يتذكروا مع دوتر بيرسوناج. كيفاش كانت التجربة بأول حاجة معناها وكي مارك سو ليفغ اللي هو الكتيبة it's so beautiful معناها الكتاب حاجة أنا قلتها وقالتها درة ولبنى بعد إلا كونفيرمي اللي الكتاب الكل وتحسوا it's a big quote معناها احنا وقتها أنا نقرأ فيها على الليزوز مازال ما عنديش الكوبي هذية كل مرة أي هايلايت معناها اون بارتي لين معناها وليت هايلايتي في الكتاب معناها وليت ما عادش يزي خاطر نلقى روحي كنلقى نهز الكتاب الكل نحطه حطوا كوت معناها الكتيبة ياسر 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 مزيانة. دونك هذايا أول بوان فور معناها كان في الليكتور. الليكتور معناها كانت سلسة وفيسا فيسا قريناه الكتاب. شنيا آخر قولي أنت تتوافق معايا أي نتوافق معك معناها هو أكثر حاجة فلاغرونت في الكتاب هذايا مزيان ان بوين بوزيتيف نقصد اللي هي لو ستايل ديكريتور معناها سي على فوا بويتيك راسيونيل منظم. انا نحب لي بيرسوناج اللي منظمين في مخاخهم خاطر كيف ما قلت هو عباره على امونولوج وهو سي تان حاجه انتيريور معناها سي بونسي سي ريفليكسيون انتيريور ونحب على الاخر الناس اللي تنظم مخاخها اي فهمت هو ان اكزرسيس ياسر محلاه انك انت تحكي مع روحك واحنا دخلنا في لو بروسيسوس هذايا معناها دونك لا يزي لا تيماتيك هكا خاطر انا جو تروف لي سي اون تيماتيك لو فيت انك انت معناها لانتيريور دان بيرسوناج وتكتب سو فلوينتلي معناها تقولش عليه انسان بالحق قاعد يحكي في يكتب في الحاجات اللي هو يخمم فيهم معناها كواكو هما برشا قالوا اللي معناها سي انسبيري دو سا فري في معناها حنيف قريشي وهو سي سيناريست اي سيناريست
وعنده حسلو اولاد وهو بيدو حسل. اما انا ما يهمنيش الكل معناه سي سيكوندير بارابور الجمال نتاع لو ستيل. هذا اول حاجه. ثاني حاجه الكتاب هو صحيح صغرون في الحجم اما من النوع اللي انا نقول عليه انه امل صغير ويحير معناه ولا قصير ويحير. صغير ويحير ولا قصير ويحير مفيد حير. بالحق كتاب كي تو مارك معناها يخليك انت تدخل بعضك اي معناها ما تعرفش روحك من الاول انت مع اما سايد كالعاده يبدا عندك انت مبدا واضح وي وفي مخك اللي انت فضيتها الحكايه هذيا نتاع انا نعرف موقفي في سيتويشن كيف من هكايا الكتاب هذايا الى غيف انه يزعزعلك بعض المبادئ معناها اي معناها الكتاب هو يطرح برشا اسئله ويخليك انت تطرح برشا اسئله معناها وكما قلت انت ما في الموضوع هذايا في سواء الحاجات اللي قريتهم ولا حتى معناها من اللي شفتهم من الانتوراج نتاعي معناها نتاع ان سيتويشن دابوندون ولا فادر اللي يخلي عائلته يمشي سيتي توجور كلير دو ما تيت معناها اللي انا اي سايد ويز ذا وومن اند ذا تشيلدرن معناها واللي ما عندوش الحق وكنت حاجه معناها كي واضحه واول مره نقرا كتاب اللي يحكي على this side of the story واللي يخليني نتمهمش هكايا معناها parmi les questions معناها اللي طرحوا لهنا c'est quoi l'amour, c'est quoi une relation, c'est quoi la vie de couple, le désamour, وقتاش يولي فما هكا un désamour, شنو هما لي circonstances اللي توصلنا للحكايه هذيا الى اي مدى انسان ينجم يكون حر الى اي مدى انسان والا a father and a husband ينجم ياخذ قرار انه هو يعيش حياته ويخلي المسؤوليات نتاعو الكل دونك الاسئله هذوما معناها برينسيبالمون اللي طرحوا في الكتاب ولا تيماتيك خاصه نتاع لا في دو كوبل شنو هي الحاجات اللي تخلي ان كوبل ناجح كي فونكسيون وي باغ اكزومبل لهنا parmi الحاجات معناها اللي يحكيهم اللي خلاو لو كوبل نتاعو ما يمشيش اللي اولا ما فماش كومونيكاسيون justement oui ما فهمش بارتاج pourtant عايشين مع بعضهم يربي في صغار مع بعضهم يحكيوا مع بعضهم اي اما ما فهمش كوميونيكاسيون نون بلو لانتيميتي بما انه الكتاب اسمه انتيميتي معناها كيفاش ان كوبل اللي وصل ما عادش فما انتيميتي في الريلاسيون نتاعهم حتى في وسط لا ريلاسيون سيكسويل اللي تسمى انتيم انتر غيمي ما عادش فما انتيميتي معناها دونك كتاب اللي يدخل dans la profondeur des choses مش حاجة اللي يحكي عليها ولا يمسها مسان وكها ولا يحللها يحطها لك dans une situation مش انت تنجم تفهم وتنجم تاخو موقف معناها كواكو انك تاخو موقف في الكتاب هذايا ما كانش حاجة سهلة معناها أيه. بالحق معناها كملت الكتاب وما زلت ما نعرفش انا كيسكو جو بونس تلمون الكتاب يمهمش تلمون هو الكتاب معناها ça tourne autour de l'individu ou l'individualisme à quel point هذا ينجم يكون valide à quel point نجم تصنع une société ومش حتى société مازال نحكيو على famille كيفاش نجم تكون un individu في وسط famille ومن بعد في وسط société وتحافظ على l'intégrité نتاع l'individu اللي فيك معناها c'est une équation très complexe je ne pense pas la résolution de l'équation هذه est simple معناها ولا est possible اصلا ما نعرفش شنو ترى انت انا selon le كتاب معناها ce n'est pas simple du tout معناها يعني حاجه تقرب للامبوسيبل كما قلت انت معناها الكتاب كيفاش باش نقول معناها سيتي تري انتنس معناها و another side اللي يحكي فيه واللي أثر فيها برشا معناها اللي fathers in general معناها في العائلة الكل لو رول متاعهم علاقته هو ببوه كي يرجع لك هو وولاده بعد وكيفاش معناها هو اللي conscient اللي fathers
they should be with their children. Ou ils ont un rôle très important. Ou you don't get to just leave your children. Donc, كل التخبط اللي هو فيه بين الاقتناع هذاك والحاجة اللي هو باش يعملها سيتي رحمة كامل او ميم طون تريز ايموفون ومن ناحية اخرى على ليميت تنرفز على خاطر كما قلت انت كل مرات معناها كان جي ما يعرفش اما انت تعرف الامباكت هذاك فما برشا برشا حاجات معناها في خاصة وقتها في اول الكتاب كيفاش يحكي على اولاده كيفاش هما معناها they still pure بالحق معناها مش نقول innocent هذا ليفل اخر من الانوسانس معناها سي دو لا بيورتي كاريمون معناها اللي طفل صغير مازال ما راح حتى شيء خايب لدرجة اللي هو يخرج لبوه يقول له I love everyone I love everything وهو يعرف اللي هو الحاجة باش يعملها توا it would be the first heartbreak the first break معناها اللي هما باش يعرفوها في حياتهم وكيف ماركي لوغ في معناها ومن ناحية أخرى يحكي لك على هو شنو يحس على his happiness على his marriage دونك يعني جوسكا مانتنون كيما أنت ما لقيتش الموقف ولا الراي اللي يوفق بين هذا الزوز دونك سي اون ايكواسيون معناها كي بريسك امبوسيبل اما نقول معناها كي يعني ما نجمش نحط روحي في بلاصتو خاطر تو سامبلومون ما عرستش مع عندي صغار ما عنديش سو جونغ ديكسبيريونس بات ام دوتر ايم ا دوتر معناها و j'ai vu des couples معناها qui fonctionnent ou qui معناها prennent soin de leurs enfants و j'ai vu معناها des couples يعني فما حاجات تنجم تعملهم زعما هو à ce point عمل كل شيء يعني وسورتو اللي الحاجة الأخرى لوتخو بيرسوناج اللي هو داخل في الحكاية اللي هي مرته العلة تو احنا معناه احنا الزوز ورانا بحكيناش فيه الكتاب إلا وقت اللي كملناه معناه وستي أراءنا ياسر متوافقة معناه اللي تو احنا الزوز ما حملناهاش en tant que personne معناه وتصرفاتها معاه أما الحاجة اللي نحترمها فيها معناه أول حاجة she's a good mother ثاني حاجة اللي هي she cares about him and she cares about their marriage their union وما هيش إنسانة كي يبسي اللي بغا معناها elle a pris des initiatives باش إنها تصلح كما مثلا اللي هي elle a insisté اللي هما يعملوا a couple therapy وهو الحكاية معناها إلا ridiculisé يعني علاش وعندك زادة أكل الشبه حوار اللي صار ما بيناتهم قالت له don't leave me قبل ما تعرف اللي هو he will leave her اي حسيت اللي il était insensible لأن وقتها سيب بغبغ هي شقت له معناه خاطر انا راني كنت زيرو امباتي معها الى ذلك الموقف معناها انا الحاجات اللي بنيت عليهم الموقف نتاعي عندك هذيك وعندك لو باساج نتاع الفاذرز معناها انت حكيت عليه معناها انت you are aware نتاع the presence of fathers قديش مهمة في حيوات العباد في حيوات الأبناء معناها نقص وانتي بيدك عانيت منه غياب الأب وانتي بيدك you are aware متاع العباد اللي مشيت حاربت وولادها قعدت من غير أباء واللفه متاع اللفات اللي يرجع لك انت معناها بوك اللي هو غايب مخه غايب أما دونك متنجمش تقولي هكاك وما ديك انتي تخلي ولدك وتمشي والحاجة الثالثة اللي أنا زدويك متفقيت عليها اللي بها هي بنينا الموقف أوكي أنا جو سوي افيك لانديفيديو انت يو ار نوت هابي انت يو ار فري تو تشوز يور لايف أوكي معك صحيح غلط هذي مش أنا نقيمه انت معناها مسؤول على نفسك وتقيم أما أنا نجم نلوم لفاسون كيفاش مشي لي ما نو بالرسم هذيك كانت صدمة معناها بالحق عرفت كلمة تاع لي أمان ما تعمليش هكا خاطر
كما قال الدرة معناها كنت بالحق متعاطفة معاه إلى أقصى درجة جو لو كومبخون ونعرف اللي it's not an easy choice واللي في كل شوا بشي يعملو بش يقعد ولا بش يمشي he will hurt someone معناها يا إما مرته وولاده يا إما he will hurt himself معناها and he will be unhappy for the rest of his life ولا هي ماهيش حاجة معناها باهية باش يعملها حتى لا فامي نتاعو ماهيش باش تكون ايبانوي اذا كان هو ماهوش ايبانوي معناها جوستومون حتى لو كوبل وهما والصغار باش يتربيو هكا كان هما توا عندهم 6 سنين مع عرسي دون 10 ans دون 15 ans باش يوليو they hate each other معناها they will حتى hurt each other معناها باش يأثروا على ولادهم فيربالمون اي جوستومون معناها باش يتأثروا ولادهم حبينا ولا كرهنا ما فماش كيف ما قلنا ايكواسيون هكا سهلة متاع يعمل هكا ولا يعمل هكا ولا اما انت باخترت تمشي وموا do it in a proper way معناها خاطر قعدت نستنى معناها في المامون هذيك باش يصير وخاصة اللي مرتو she had a feeling about it وجيت قتله معناها you are not going to leave me وانت you had the audacity معناها باش انك تخزر لها في عينيها وتقولها لي وبعد معناها you broke her عليه معناها يعني انت نورمالمون كنت خايف اللي مسيو جي هذا وكيفاش باش تحلو وشنو باش تعمل وكيفاش باش تحكي هي جت مدتهولك معناها كما نقولوا على طبق من ذهب معناها سألتك كنت انت وقتها نجم تكون شجاع معناها وتستغل الفرصة هذيك وقت اللي هو معناها he did otherwise باش حاجات تحمل عيني معناها فوالا انا جوري ايمي كان بيودي زوز حاجات بيوديهم جوري ايمي ريت اللي كتبوا قالوا بينو بنت روحو قالهولها جستومون ومشي هي تفهمو ما تفهموش تي سكوندير اما المفيد يقولوا معناها هكا يجاهروا به مع خاطر الكلام نتاعو ياسر معقول معناها انا وين ما نحل توا ورقه هذيا مثلا اي بليف ان انديفيدواليزم ان سنشواليتي سنشواليزم اند ان كرييتيف ايدلنس اي لايك ذا هيومن ايماجينيشن اتس ديليكاسي اتس بروتال اجريسيف انرجي اتس بروفانديتي اتس باور تو ترانسفورم ذا ماتيريال وورلد انتو ارت هذا الكلام وحده الجملة دي وحده قول هلا في وسط كلام اخر وامشي امشي مفي تقول حاجة اعمل حاجة احكي مع ولادك قلهم نحبكم امرين مش نمشي ما مش تهز روحك وتمشي معناها هكاك نعرف احنا مقبلين ندورو في نفس معناها النقطة اما تلمون ستي فرستران بالحق معناها لا فرستراسيون تاعو مازلت حاستها لي تهزش روحك وتمشي وتخلي زوز صغار محليهم دورات وهي بالخايب متاحة الكل وانا زيغو امباتي معها حتى شي بالمقصة She deserves an explanation money فوالا اخويا رب العش اقل حاجة ست سنين كيفاش انت انسانة اللي عشت معها ست سنين ترى انك انت كي تمشي هكاكا وتخليها وتمشي معناها معقول ولا صحيح ولا بنعرفش معنى خليها نوت في شيء معنى بس بيه دوك باش معناها ننظموا الفكرة هذية اللي مش معناها رانا احنا we are against divorce ولا ليه معناها people that are unhappy ما لازمهمش يكملوا مع بعضهم اما خاصة وقت اللي يبدا عندهم صغار معناها adults can take care of themselves مرتك على ليميت انسانة كبيرة باش تتلطخ وتقوم وتتلهي بروحها اما these children انتم مزوز اخترتوا باش انكم تجيبوهم معناها سيتي ان شوا كنت تنجموا من الاول ما تجيبوا الصغار سورتو اللي هما معناها ماهمش لو كوبل نتاعهم فونكسيون با بالباهي ملي جاب صغير الاول صغير الاول معناها كنت الثاني اول حاجه ما تجيبوش مثلا كي انت يو ار ان هابي معناها على الاقل بنقص مشكله فهمت دونك
children shouldn't suffer معناها من أخطائنا إحنا. وإذا كان أنت you have to go, your wife and your children deserve an explanation. أضعف الإيمان. هذا يا سلام باش اللي الكتاب مزيان برشا. أيه. ياسر كيف ما قلنا قبيلي بويتيك سنسوال يخليك تخمم. يعطيك d'autres points de vue, d'autres perspectives, معناها اللي انا j'invite tout le monde à le lire, حتى pour être هكا un peu ouvert d'esprit اكثر. وعطيونا انتم موقفكم اذا كان انتم قريتوا الكتاب. نعرف اللي بول بالموقفها مش هكا اما بالحق j'aime bien découvrir vos points de vue, معناها انتم مش votre position par rapport à Jay, معناها كهو معناها it's a beautiful book. ديجا هاكم ريتو معناها كتاب صغرون كيف ما هكا وهاكم تراو فينا احنا معناها وتوا سفيع ماما اللي كملناه ومزلنا اوني انكور معناها كيفاش نقولوا مقهورين مزلنا معمولين ما لقيتش الكلمه من الكتاب it deserves معناها انه يتقرا واعطيونا رايكم فوالا اون طوم فاسيلمون سو لو شارم دو ليفر سي 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 ان بو سوبليم كاو كاو تعبت تعبني جاي والله هاي نقول لكم توا باي باي و انا بروشين